حضرتك يعني ما تزعليش مني في الكلام اللي انا هقوله يعني. ها لون عين حضرتك يعني كده مش عجباك. هي لونها اخضر كده، هو ده مرض؟ مرض ايه يعني؟ الحاجات دي حلوة عند الستات ان عينيها تكون خضرة، والرجالة بالاخص بيحبوا الموضوع ده. انا ما حدش قال لي من الرجال ازاي ياخدوا قرار ومن غير ما يرجعوا الرمزي. لا 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 دي مذهلة. لا والله انت اللي مذهلة. حضرتك تحب لون عينيها تكون ايه؟ انا بحبها لونها التنفسجي. تنفسجي؟ والله للاسف يا استاذ رمزي انا ما عنديش اللون ده، انا عندي في البيت لون كركري ينفع؟ والله لما تكركري بقى تلبسيها قولي لي. يخرب بيت دماغك يا رمزي. بص يا رمزي، انا مخرجه. انا مش ضد عمل المراه كممرضه خالص. ممرضه مين يا ابني؟ انت اللي مريض. افهم يا رمزي افهم، انا معجبه بيك. الله الله. طب ما تقولي كده من الاخر يعني. لا ما اقصدش كده، انا معجبه بيك كمخرجه، معجبه بتكوينك ونفسي استغله. لا 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 حضرتك، لا انا ما اسمحش، انا رمزي ما يسمحش حد يستغله كمخرج. لا 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 خالص. ايه ده اللي انت عامله ده؟ يانا اللي انت عامله ده يخرب بيتك، عامل لي اسطول فرعوني يالا بالورق. مسطول فرعوني؟ ايه دولا؟ واحنا اي حاجه كده ونسيبها للفراعنه، حتى المخدرات يا دولا. بص بقى السفينه دي، سفينه ايه يالا؟ يخرب بيتك يخرب بيتك، اعمل لك ايه اعمل لك ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتضربه وبتشتمه يا اخي؟ ايه انت ما عندكش قلب؟ معلش معلش يا رموستي معلش. رموستك؟ وكمان موستي. موستك؟ والله يا نؤنو والله، ومليكي عليا حلفان يا حبيبة قلبي، انا عمري ما هزعل منك طول ما انا شايفك بنضارتي يا نؤنو. لا نضارتك دي لينا فيها كلام تاني بس مش وقته. ايه عايزة ايه من نضارته حضرتك؟ عايزة تلبسي نضارته؟ لعلمك لو لبست النضارة عينيكي هتصرف. خدوا خدوا كلوا واشربوا عشان تتقوتوا، انتوا تعبانين قوي من الشغل. الله شندوشات ايه دي يا نقنق دي؟ فراخ بالحلاوه اللي انت بتحبها. الله فراخ بالحلاوه؟ الله ياخدك فراخ بالحلاوه، الله يقرفك. وانت من امتى الكرم والحنيه دي؟ ده انت لما كنت بتديني البلد كانت بتلزق في اسناني. ناقص بقى حضرتك تعملي له سمك بالمربى. سمك بالمربى؟ لا مش ممكن. هطبخهولك بكره، نظفت السمك من الزفاره وحشيته مربى وجاهز على الطبيخ. بس انا للاسف كده معزوم على الغدا بكره يعني مع البت دي مروه دي اللي انا مش طايقها. مروه مين ومش طايقها ايه؟ بقولك هطبخلك وسمك بالمربى، تقولي مروه لازم تيجي تزفر بقك بالسمك. يا سلام، على طول لسانك زفر وعايزه تزفري لسان الواد طول الوقت، ما بناخدش منك حاجه عدله ابدا. ما حدش وجه لك كلام، بتحشو ما حدش وجه لك كلام. رموزة افتكرت، احب اتصل بيك على الموبايل. ماشي، وهتشيك عليا؟ ايوه هشيك عليك. انت شيك من غير حاجه يا نقنق. نقنق؟ ايه ده؟ دي كلمه شعريه قوي، انا هقعد طول الليل احلم بكلمه نقنق ديت، جديده جديده قوي في السوق. على اساس ان انا ايه بقى في البازار ده يعني؟ تمثال الاله الكوبري؟ ما بتسلك ايدك يا بت من قصدك يا بت. حد يفكني حد يفكني يا دول. يلا يلا اتكل على الله. ابو بينات بقى هشيك عليك بقى ان شاء الله في يلا اتكل على الله. بره 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 يا بت.